بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات طلبة برنامج التعليم عن بعد تخصص اقتصاد وإدارة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مادة إدارة المواد البشرية. والنهاردة إن شاء الله معادنا في الحلقة رقم 27. في الحلقة رقم 27 إن شاء الله برضو مستمرين في الكلام عن موضوع التدريب، لكن إحنا هنخدم إن شاء الله موضوع التدريب بالحلقة رقم 27 عشان إن شاء الله 28 و29 و30 وده يبقى نهاية الحلقات بتاعتنا، هنتكلم عن موضوع أخير من موضوعات اللي هي المواد البشرية اللي هيتكلم عن تخطيط وتنمية المسار الوظيفي الخاص بالإيه بالفرد. يبقى النهاردة إن شاء الله في 27 هنخدم موضوع التدريب وهنتناول بعض الموضوعات المرتبطة بالتدريب. تعال بقى حضرتك في الحلقة رقم 27 اللي هي خاصة بموضوع التدريب، تعال هنشوف هنقول فيها ايه. هتكلم بقى شوية عن المدربون. يعني ايه المدربون؟ يعني الافراد القائمين بتقديم برامج الايه التدريب. لا يجب ان يتبادر للذهن ان هناك قائمة من الصفات النمطية الواجب توفرها في كل المدربين. بالنسبة للمدربين عندنا مجموعة من الصفات النمطية الواجب توفرها، حيث تختلف هذه الصفات باختلاف نوع التدريب والهدف وأسلوب التدريب والمحتوى التدريبي. وعلى القائمين بتصميم برنامج التدريب أن يأخذوا في الاعتبار هدف برنامج التدريب ومحتواه والدارسين ونوع وأسلوب التدريب قبل أن يقوموا باختيار المدربين. وعلى الرغم من هذا يمكن القول أن هناك بعض الصفات العامة التي يفضل توفرها في المدرب الناجح، وهذه الصفات هي عندنا مجموعة من الصفات الواجب توفرها في المدرب الناجح، هنتكلم عنها إن شاء الله دلوقتي بالتفصيل. يبقى حضرتك المدربين عندنا مجموعة من الصفات النمطية للصفات الواجب توفرها في المدربين، لكن حضرتك طبعا مجموعة الصفات النمطية دي ما نقدرش نقول ان هي حاجة كده يعني مؤكدة وبنسبة 100% واجب توفرها في كل المدربين بلا استثناء، لا طبعا. ده بيختلف طبعا باختلاف نوع التدريب اللي بنقدمه، ده بيختلف طبعا باختلاف المهارات المطلوب تقديمها في برنامج التدريب، المهارات، طبيعة عمل المنظمة، طبيعة المتدربين، طبيعة. يبقى حضرتك ايه؟ ما نقدرش نقول ان احنا عندنا لستة نمطية من الصفات الواجب توفرها، واللستة دي لا تقبل التعديل ولا تقبل التأويل ولا تقبل كذا ولا تقبل كذا، لا. ده الموضوع الصفات الواجب توفرها في المدربين ده بيختلف باختلاف موضوعات كتيرة زي نوع التدريب، الهدف من التدريب، اسلوب التدريب، المحتوى الايه التدريبي. ولازم ناخد في اعتبارنا اهداف التدريب ومحتوى الدراسي واسلوب التدريب قبل ما بنقوم باختيار المدرب المناسب، لان مش كل المدرب هينفع لكل الموضوعات، ولا كل المدرب هينفع لكل الاهداف، ولا كل المدربين هينفعوا لكل الايه المحتويات التدريبيه. وعلى الرغم من كده اذا كنا احنا بنقول اهوت ان احنا ما عندناش لسته من الصفات النمطيه، على الرغم من نقول ان احنا ما عندناش لسته من الصفات النمطيه، لكن عندنا بعض الصفات العامه الواجب توفرها في كل المديرين بلا ايه بلا استثناء. وعلى الرغم من هذا يمكن القول ان هناك بعض الصفات العامه التي يفضل توفرها في المدرب الناجح، وهذه الصفات هي، تعال بقى نشوف الصفات دي بالتفصيل هي ايه. واحد، المعرفه الكامله بالمحتوى التدريبي لحلقة البحث أو الدراسة، فكلما كان المدرب متخصصا في مجال الدراسة ولديه الاهتمام بالاتجاهات العلمية الحديثة فيه كلما كان أفضل. طيب ده أول صفة عامة، جميل جدا، بنقول إن لازم اللي هو المدرب يكون عنده معرفة كاملة ومعرفة دقيقة ومعرفة متخصصة بمحتوى البرنامج الإيه التدريبي، يكون فرد متخصص. يعني أنت لو بتقدم تدريب على نظم المعلومات مفضل طبعا إنك تكون معك ماجستير دكتوراه في نظم المعلومات، لو أنت بتقدم برضه حضرتك مثلا موضوع من موضوعات التمويل على سبيل المثال يفضل إنك تكون معك مثلا ماجستير أو دكتوراه مثلا أو درجة من العلمية معينة متخصصة في هذا الإيه في هذا الموضوع. وبالتالي التخصص في المحتوى التدريبي من الحاجات المهمة جدا، لأنه مش منطقي طبعا هل الشخص اللي هو غير متخصص هيقدم لك نفس المعلومات اللي بيقدمها لك الشخص المتخصص؟ لا طبعا. يعني هل دكتور المحاسبة يقدر يشرح لك مادة من مواد إدارة الأعمال زي المتخصص في إدارة الأعمال؟ لا طبعا ما يقدرش يشرحها بنفس جودة الإيه الأداء. طيب يبقى ده أول صفة عامة من الصفات الواجب توفرها في المدربين. اثنين، القدرة على الاستماع إلى الدارسين، فكثير من المدربين لا يستطيعون مقاومة جاذبية الحديث بالشكل الذي يفقدهم القدرة على سماع الآخرين. يبقى الصفة الثانية المهمة العامة اللي هي المفروض توفرها في كل المدربين مستمع جيد. يعني إيه مستمع جيد؟
يعني ما ياخدوش بقى الدور قوي ويقعد كده طول المحاضره اللي هي مثلا ساعتين ونص ثلاثه هو يتكلم هو يتكلم هو يتكلم. لا طبعا ده اللي قاعدين اصلا هيملوا من الاسلوب ده. ده لازم يكون ديمقراطي يشجع على الحوار، يشجع على الايه، على المشاركه. اذا كده الطلبه العاديين احنا حتى في المراحل اللي هي التعليميه المختلفه مش في الجامعه بس، الناس بيشجعوهم على المشاركه وابداء الراي وابداء الايه الملاحظات، والمدرب يكون مستمع جيد ليه ويديه الفرصه الكامله للحديث لابداء رايه، حتى لو رايه ده في نوع من الغرابه، ايه من الغرابه شويه، لازم يرد عليه باسلوب لبق، لازم يرد عليه باسلوب ديمقراطي، لازم يديله الحريه الكامله في الحديث طالما في اطار الايه الموضوع. طيب الصفه الثالثه، القدره على تشجيع الدارسين على الحديث وابراز ردود افعالهم وارائهم تجاه الماده المقدمه اليهم. حتى لو انت عندك بعض المتدربين كده جايين قاعدين في التكييف كده ومتهنيين وريلاكس خالص ومش مهتمين بالموضوع، لا انت بقى كمدرب دورك انك تجذب اهتمامهم ليك صح وللمادة التدريبية اللي انت بتقدمها، وكمان ايه تشجعهم على ان هم يكونوا عندهم ردود ايه افعال، وتشجعهم على الايه المشاركة في اطار الموضوع الايه التدريبي اللي انت بتقدمه. 4، القدرة على الرد على التساؤلات والتفاعلات مع مشاعر الدارسين والإجابة بصورة بناءة على الأسئلة وتوجيه الإيه الحوار. أنت بقى مش لما حد يوجه لك مثلا سؤال كده أو حد يوجه لك استفسار ترتبك، لا طبعا يكون عندك إيه القدرة كده والمعرفة على الرد المنطقي والموضوعي والمدعوم بالأدلة والأسانيد على الأسئلة اللي إيه على الأسئلة اللي توجه ليك، وقدرتك على إدارة الإيه الحوار. طيب 5، الحرص على حل التعارض والنزاع المحتمل أن يقع في حلقات التدريب، ويتطلب ذلك قدر من المرونه في امتصاص الاتجاهات والاراء المتعارضه والتوفيق بينها. طيب هو احنا لما بنقدم برنامج تدريبي ده، انا بكون مدرب وبيكون عندي مجموعه من المتدربين. طيب مجموعه المتدربين دولت ممكن نتكلم في موضوع معين، عاملين مثلا مناقشه جماعيه، مش حتى المناقشه الجماعيه لكن اسلوب من اساليب التدريب اللي احنا تعرضنا عليهم في الحلقه اللي فاتت، عاملين مناقشه جماعيه عن موضوع معين، يبقى المناقشه الجماعيه ديت هتفرز اراء معينه. جايز يكون في هذه الاراء نوع من التعارض، جايز في هذه الاراء نوع من الاختلاف، جايز في هذه الاراء نوع من الصراع. انت بقى دورك انت كمدرب ازاي تحقق التوافق والاقتناع بالاراء الايه؟ بالاراء المتباينه، بحيث ما تخليش جو البرنامج التدريبي جو مشحون، جو ايه؟ جو متوتر، يبقى لازم يكون عندك القدره على التوفيق بين الاراء المتعارضه والمتباينه. طيب 6، الحيويه والنشاط بما يمكن من جذب انتباه المتدربين. يعني ما تخشش كده تقعد وتتكلم بقى بهدوء قوي مع جو التكييف، الناس كمان هيناموا منك، ده انت هادي قوي والجو كويس هتلاقي الناس نايمين، لا ده يفضل انت بقى كمدرب مش تقعد، لا ده يفضل انت كمدرب تكون واقف وتكون يعني تتصف بالحيويه والنشاط والحركه، وتوجه ده وتسال ده، تدي الطابع الديناميكي للبرنامج التدريبي ايه بتاعك، ما تتصفش بالخمول والكسل وتنيم الناس ايه وتنيم الناس معاك. طيب 7، الالمام بالوسائل التدريبيه الحديثه والقدره على استخدام الادوات المساعده للتدريب. كمان انت يكون عندك ايه وسائل تدريبيه حديثه وادوات مساعده على الايه التدريب. طبعا والتكنولوجيا الحديثه دلوقتي بقت خلت الموضوع سهل قوي، يعني وجود الكمبيوترز في كل مكان، طبعا عندك البرامج المختلفه لتقديم العروض التدريبيه زي برامج الباوربوينت والكلام ده، خلى موضوع التدريبي شيق واتراكتيف ويجذب انتباه الايه الاخرين. ما بقاش واحد عمال يتكلم عمال يتكلم، لا ده في حاجات بنعرضها وفي شرايح وفي اشكال وفي رسومات، دي كلها حاجات ايه بتخلي البرنامج التدريبي برنامج شيق. طيب شفنا كده في الجزئيه اللي فاتت ان احنا ما عندناش لسته من الصفات النمطيه، ما عندناش الكلام ده، لكن عندنا ايه؟ صفات عامه وجب توفرها. ليه ما عندناش لسته؟ اصل احنا ما عندناش لسته لان الصفات والقدرات هتختلف حسب هدف برنامج التدريب. ما عندناش لسته لان الصفات والقدرات هتختلف حسب المحتوى التدريبي. لان الصفات والقدرات هتختلف حسب المتدربين، لكن عندنا مجموعه من الصفات العامه اللي احنا ناقشناها بالتفصيل، الواجب توفرها في كل الايه؟ الواجب توفرها في كل المدربين. طيب، تعالى بعد ما ناقشنا كده المدربون او المدربين مناقشه بسيطه مختصره، هنشوف بقى تنفيذ برنامج التدريب. عاوزين نشوف بقى المراحل المختلفه لتصميم برنامج التدريب. تنفيذ برنامج التدريب، يعني مرحله تصميم برنامج التدريب مرحله اخرى وهي تنفيذ البرنامج، طبعا البرنامج التدريبي، سواء كان هذا البرنامج داخل الشركه او خارجها. جميل جدا. هل لتصميم برنامج التدريب قيمه في حد ذاته؟ التصميم لا، ملوش قيمه في حد ذاته.
التصميم مهم، وان احنا نعمل التصميم جيد، وان يتوافق فيه الشروط اللي هي المناسبه للتصميم الجيد لبرنامج التدريب. لكن الاهم هو التصميم، ان احنا ننفذ البرنامج اللي تم تصميمه كما تم ايه، كما تم تصميمه. ويتضمن تنفيذ برنامج التدريب انشطه هامه هي عندنا في التنفيذ ده، احنا بنحط برنامج التدريب على ارض الواقع مجموعه من الانشطه المرتبطه بتنفيذ البرنامج. واحد، الجدول الزمني للبرنامج. يعني ايه الجدول الزمني للبرنامج؟ الذي يوضح عدد ايام البرنامج، عدد الجلسات في كل يوم، زمن بدايه ونهايه كل جلسه، مواعيد الراحه سواء ما بين الجلسات او ما داخل الجلسه الواحده، التسجيل، الاختبارات، حفل الختام. جدول الزمني هنوضح بقى كل يوم عندنا كام جلسه، زمن الجلسه، بدايتها، نهايتها، فتره الراحه داخل الجلسه او فترات الراحه ما بين الجلسات وبعضها البعض، التسجيل والاختبارات المرتبطه ببرنامج التدريب والحفل الايه الختامي. جدول زمني للبرنامج. طيب، اثنين، قاعات التدريب مهم جدا. طبعا يؤثر الترتيب الداخلي لحجره التدريب على فعاليته. ترتيب الحجرة بيأثر على الفعالية. زي انت مثلا قاعة المحاضرة اللي انت قاعد فيها، اكيد ترتيب ونمط ترتيب الكراسي هيأثر على فعالية اداء الايه المحاضرة. هل كل الطلبة قريبين من الدكتور وشايفين الدكتور ولا لا؟ طبعا هيأثر على فعالية المحاضرة. يؤثر الترتيب الداخلي لحجرة التدريب على فعاليته. فالطريقة التي تنظم بها المقاعد والمضادد ومكان التدريب ومكان المدرب لها تأثير على امكانية توصيل المعلومات وإمكانية مشاركة واستجابة الدارسين في المناقشة. مفضل طبعا أن القاعة تكون يعني إيه، فيها نوع من الاتساع الأفقي مش اتساع رأسي، لأن الاتساع الرأسي هيخلي عندنا مجموعة من المتدربين في الآخر كده ولا هو شايفهم ولا هم إيه شايفين. مفضل أن هو يكون أفقية وأن هو يكون دائرية، بحيث أن الغالبية العظمى من الأفراد يكونوا قدام المتدرب بصورة إيه مباشرة، صفين ثلاثة أربعة بالكثير، عشان يكون عينه عليهم وهم عينيهم معاه ومتابعين محتوى البرنامج التدريبي عن قرب. ما يبقاش كده يعني ايه، في عمق وناس بعيده قوي وناس قريبه قوي. طيب، يبقى قاعه التدريب ده شفنا يعني ايه قاعه الايه التدريب اللي بتاثر على فعاليه عمليه التدريب وامكانيه المشاركه مع الايه المدرب. ثلاثه، المتابعه اليوميه للبرنامج. يحتاج الامر من اداره الموارد البشريه ومدير التدريب او اخصائي التدريب ان يقوموا بمتابعه تنفيذ البرنامج خطوه بخطوه وعلى مدار ايام الايه البرنامج. اكيد في رقابه ومتابعه ايه يوميه، وتعني المتابعه التاكد المستمر من ان تصميم البرنامج يتم تنفيذه كما هو موضوع، والتحقق من ان كل الامور تسير في مجريتها. ليه؟ لان بعض الناس بياخدوا موضوع التدريب ده ان موضوع يعني كده ايه، ده احنا رايحين بنضيع شويه وقت، خلينا نتعرف على بعضنا ونتعرف على ناس جداد. لا طبعا، ده موضوع التدريب بياخد من وقت وجهد وموارد المنظمه، وبالتالي لازم يكون في رقابه على تنفيذ البرنامج عشان نتاكد ان هو تم تنفيذه كما ايه، كما تم تصميمه سابقا. طيب، تعالى بقى عندنا مجموعه من الطرق لتقييم كفاءه التدريب. احنا خلصنا التدريب؟ خلصنا التدريب. طيب، عاوزين نتكلم بقى، هل برنامج التدريب ده يعني جاب الثمار المطلوبه منه؟ جاب النتائج المطلوبه منه ولا لا؟ لأن موضوع التدريب أنا لسه قايل لك إيه؟ بياخد من وقت المنظمة، بياخد من جهد المنظمة، وبالتالي لازم أتأكد، طبعًا خاصة في الشركات القطاع الخاص، لازم أتأكد إن الجدوى الاقتصادية للإيه؟ للتدريب، إنه جاب لي نتائج تفوق التكاليف إيه؟ بتاعته. طبعًا وفي الشركات الحكومية والشركات العامة برضه لازم يتأكدوا إن في جدوى من برنامج التدريب، بس مش بهدف تحقيق أرباح ولا حاجة في الشركات الإيه؟ الحكومية، لكن في جدوى في تحسين العمل الإداري، وجدوى في تحسين قدرة وإنتاجية الإيه؟ المنظمة. طيب، تعالى بقى على مجموعة من الطرق لتقييم كفاءة التدريب. يمكن التفرقة بين ثلاث طرق لتقييم كفاءة التدريب. عندنا ثلاث طرق أساسية من خلالها ممكن أقيم كفاءة التدريب. واحد، تحقيق أهداف المنظمة. أكيد طبعا مساهمة برنامج التدريب في تحقيق أهداف المحصنة تحقيق أهداف المنظمة وتحسين تحقيق هذه الأهداف، ده يعتبر معيار من المعايير التي ممكن الاعتماد عليها في تقييم كفاءة التدريب. واحد، تحقيق أهداف المنظمة. تسعى المنظمة لتحقيق أهداف معينة من وراء التدريب، فقد يكون الهدف النهوض بمؤشرات تنظيمية وإنتاجية معينة أو لعلاج مشاكل تعاني منها المنظمة. وعليه فإن تركيز عملية التقييم ينصب على ما إذا كان التدريب أدى إلى تحسين ورفع مؤشرات العمل والإنتاجية، أو أن المشاكل التي تعاني منها المنظمة قد انتهت بعد الإيه التدريب. هو أنت عامل تدريب ليه؟ عامل تدريب عشان أحسن إنتاجية المنظمة، عامل تدريب عشان أحسن قدرات ومهارات الأفراد وإمكانياتهم، وده هينعكس بالإيجاب على إمكانيات المنظمة وقدراتها في تحقيق الإيه الأهداف. طيب،
يبقى لو انت حضرتك عاوز تقيم البرنامج شوف بقى بعد ما انتهى برنامج التدريب طبعا بفاصل زمني مناسب، هل بالفعل اتحققت الاهداف المرجوه من برنامج التدريب؟ هل بالفعل حسنا مهارات وامكانيات العاملين؟ هل بالفعل ساهم بصوره ايجابيه في تحسين انتاجيه المنظمه؟ ده طريقه من طريق الايه؟ التقييم لكفاءه التدريب. طيب لسه بنتكلم في اللي هو الطريقه الاولى اللي هي تحقيق اهداف الايه؟ المنظمه. ومن مؤشرات الانتاجيه اللي واجب تحسينها كميه المبيعات. ده برضو مؤشر من مؤشرات الانتاجيه كميه المبيعات. تكلفه بيع او انتاج الوحده، عدد الوحدات المنتجه في الساعه، وعدد الوحدات المنتجه للعامل الواحد. ومن امثله المشاكل اللي واجب القضاء عليها الشكاوى، الغياب، التاخير، معدل الاصابه، معدل الفاقد والهالك في الانتاج، مردودات المبيعات وغيرها. يبقى انت عامل برنامج التدريب عشان تحقق اهداف معينه، جايز الاهداف دي تاخد كميه المبيعات، جايز الاهداف دي عدد الوحدات المنتجه، جايز الاهداف دي عدد الوحدات المنتجه للعامل الواحد، او عامل برنامج التدريب عشان تتلافى مشاكل معينه، جايز المشاكل دي شكاوى العملاء، الغياب، التاخير، معدل الاصابه، معدل الفقد. هنقيم التدريب بناء على مدى مساهمته في علاج المشاكل او تحقيق الاهداف المرجو ايه؟ المرجو تحقيقها. وتمر خطوات تقييم كفاءة التدريب وفقا لهذه الطريقة اللي هي طريقة أهداف الإيه؟ المنظمة أو مساهمته في تحقيق أهداف المنظمة بمجموعة من الخطوات. ألف، تحديد الهدف التنظيمي أو المشكلة موضع الدراسة بوضوح. يبقى عشان أشوفه مساهمته في تحقيق الهدف لازم الهدف ده من البداية يكون إيه؟ محدد على مستوى المنظمة. ب، وضع الهدف التدريبي في شكل كمي. ليه في شكل كمي؟ عشان إمكانية القياس بقدر الإمكان، لأن الأهداف اللي هي النظرية، الأهداف اللفظية طبعا ما هواش سهل قياسها زي الأهداف الكمية. جيم، تطبيق برنامج التدريب. دال، حساب المؤشرات السابقة تحققها بعد التدريب. ه، تقييم البرنامج بناء على الفرق بين المؤشرات قبل وبعد الإيه؟ التدريب. المفروض طبعا المؤشرات يحصل لها إيه؟ تحسن بعد التدريب. ده طبعا لو مؤشرات إيجابية زي الإنتاجية أو المبيعات. أو المؤشرات يحصل لها إيه؟ انخفاض بعد التدريب. طبعا دي لو المؤشرات السلبية زي الشكاوى، زي مردودات المبيعات، زي اللي هي معدل الفقد، معدل الإصابة إلى آخر. يبقى وفقا لهذه الطريقة هحدد الهدف التنظيمي أو المشكلة. الهدف التنظيمي ده حاجة إيجابية، المشكلة ديت حاجة إيه؟ سلبية. وبعدين أحط الهدف الخاص بالبرنامج التدريبي في شكل كمي عشان يصل القياس. وبعدين اطبق هذا البرنامج التدريبي، وبعدين احسب المؤشرات السابقه تحققها بعد التدريب. يبقى انا عندي حساب للمؤشر قبل التدريب وحساب للمؤشر بعد التدريب. طيب وبعدين اقارن بقى المؤشر بعد التدريب بالمؤشر قبل التدريب. لو الاهداف طبعا التدريب يكون حقق اهدافه لو ادى الى تحسين اهداف، حاجه ايجابيه. طب لو شكاوى ومشكلات، طبعا التدريب يكون حقق اهدافه لو ادى الى تخفيض هذه الشكاوى والمشكلات بعد الايه؟ بعد التدريب. طيب تعالى الطريقة الثانية لتقييم اللي هو برنامج التدريب أو تقييم كفاءة برنامج التدريب اللي هي اكتساب وتعلم خبرة جديدة. طيب تعالى نشوف بقى اتنين، اكتساب وتعلم خبرة جديدة. قد يتمثل هدف التدريب في اكتساب سلوك جديد وتحسين تصرفات الأفراد في أعمالهم. في هذه الحالة تركز عملية تقييم كفاءة التدريب على إمكانية عرض الأفراد لما تعلموه من مهارات أو اكتسبوه من سلوك جديد. جميل جدا. يبقى احنا دلوقتي ده اللي هو الطريقة التانية. اذا كان التدريب بيركز اساسا على تحسين المهارات، تحسين الاداء، يبقى احنا في الحالة دي هنقيم برنامج التدريب بناء على ما اكتسبه الفرد من معارف ومهارات وقدرات اداء معين. وتمر خطوات هذه الطريقة كالآتي. الف، تحديد السلوك الواجب اكتسابه او الخبرة الواجب تعلمها بدقة، وهذا هو هدف التدريب الذي يجب تحديده بدقة، يبقى ده من البداية. ب، تطبيق برنامج التدريب. ج، اختبار الدارسين للتعرف على السلوك المكتسب او الخبرة التي تم تعلمها. د، مقارنة نتائج الاختبار بهدف برنامج الايه؟ التدريب. يبقى عندي الهدف الاول محدد، اكسبك مهارة معينة، خبرة ايه؟ معينة، وانت عندك مستوى معين من الخبرة والمهارة قبل التدريب. بعدين اطبق البرنامج، وبعدين اختبر الدارسين عشان اشوف هم اكتسبوا السلوك ولا لا، وبعدين اقارن في الاخر بين سلوك ومهارات ومعارف المتدربين بعد التدريب مع قبل التدريب، وبناء على المقارنه اقول هل البرنامج التدريبي فعلا اكسبهم هذه المعارف والامكانيات والمهارات ولا لا. طيب ثلاثه، راي او ردود افعال الدارسين.
ده طريقة من طرق تقييم كفاءة التدريب. إذا كان على رأي الدارسين من الأهمية أو إذا تعذر استخدام الطريقتين السابقتين، يمكن اللجوء إلى سؤال الدارسين عن رأيهم أو رد فعلهم تجاه برنامج التدريب، ويمكن سؤال المدربين والمشرفين على البرنامج عن رأيهم أيضا. هنسأل الطرفين في رأيهم عن برنامج التدريب، ويقوم قسم التدريب بتصميم قائمة أسئلة لقياس الرأي، وتوجه هذه القائمة عادة في آخر يوم من أيام برنامج التدريب وفور انتهائه. ولكن ليس هناك ما يمنع من إعداد قائمة أخرى توجه إلى الدارسين مرة أخرى بعد فترة زمنية من عودتهم للعمل، وذلك لقياس رأيهم في البرنامج ومدى استفادتهم منهم في أعمالهم. يبقى قائمة من الأسئلة هتوجه للدارسين أو توجه للمدربين. لو وجهت للدارسين فور انتهاء البرنامج ممكن، أو يفضل أنك تأخذ فاصل زمني عشان يؤدي عمله ويشوف هل هو استفاد بالفعل من الحاجات المادة اللي هي التدريبية اللي خدتها في أداء عمله ولا لا. وتمر هذه الطريقة بمجموعة من الخطوات اللي هي الطريقة الثالثة لك تعرف ردود أفعالهم. تمر هذه الطريقة بمجموعة من الخطوات التالية: ألف، تحديد الموضوعات التي نسأل الدارسين عنها. ب، تصميم قائمة أسئلة تحتوي على هذه الموضوعات. ج، تحديد أسلوب القياس. د، تطبيق قائمة الأسئلة وجمع البيانات. ه، تحليل البيانات، وهو طبعا التوصل للنتائج اللي بتشير لردود الافعال واللي هتعكس تقييم المتدربين لبرنامج التدريب. طيب بكده نبقى حضراتكم الجزئيه دي خلصت، اللي هي الطرق المختلفه لتقييم كفاءه الايه التدريب، واستعرضنا ثلاث طرق. تعالى اخر جزئيه في الحلقه بتاعتنا بقى النهارده ان شاء الله، هنشوف التصميمات المنهجيه لتقييم كفاءه الايه التدريب. عايزين نشوف بقى ازاي نصمم تقييم لكفاءة الايه التدريب، طبعا تصميم ايه منهجي عشان نقيم كفاءة التدريب. هناك تصميمات منهجية عديدة لتقييم كفاءة التدريب، ويمكن التفرقة بين هذه التصميمات اخذا في الحسبان الاعتبارات التالية: الف، مجموعة القياس او مجموعات القياس، ونعني بها تلك المجموعات التي ستخضع لعملية التقييم لكفاءة التدريب، ويمكن التركيز اثناء عملية التقييم على مجموعة الدارسين فقط او مقارنة مجموعة الدارسين بمجموعة اخرى لم تتضرر. يبقى مجموعات القياس ده اول اعتبار هاخده في التصميمات المنهجيه، وهي المجموعات اللي هتخضع لعمليه التقييم لكفاءه الايه التدريب. ده وقت القياس، وهو الوقت الذي يتم فيه جمع بيانات ومعلومات تفيد في تقييم كفاءه التدريب. يبقى انت لازم هتجمع بيانات ومعلومات اكيد. طيب هنشوف الوقت بقى اللي هتجمع فيه البيانات والمعلومات، ده اسمه وقت القياس، ويمكن التركيز هنا على جمع هذه البيانات بعد التدريب او جمعها طبعا قبل وبعد التدريب عشان تعمل نوع من المقارنه القبليه والبعديه. طيب وبناء على الاعتبارات السابقه يمكن التوصل الى اربعه تصميمات تستخدم كمناهج مختلفه لعمليه تقييم كفاءه التدريب. دي اربع تصميمات بتستخدم لمنهج لتقييم كفاءه التدريب. خلي بالك دي تصميمات، اللي قبلها اللي كنا بنناقشها كانت ايه بقى؟ طرق لتقييم كفاءة التدريب، لكن دي تصميمات لتقييم كفاءة التدريب. الأربع تصميمات ديت اللي بتستخدم كمناهج لتقييم كفاءة التدريب هي: القياس للدارسين بعد التدريب. 2، القياس للدارسين قبل وبعد التدريب. 3، القياس للدارسين مع مجموعة مقارنة لم تتلقى التدريب وذلك بعد التدريب. 4، القياس للدارسين مع مجموعة مقارنة لم تتلقى التدريب وذلك قبل وبعد الايه؟ التدريب. طيب ويلاحظ ان كثره التصميمات فعاليه، هو طبعا التصميم الايه؟ التصميم الرابع، حيث يعطي هذا التصميم بيانات كامله عن كل من المجموعه الدراسيه والمجموعه المقارنه وذلك في زمنين ايه؟ وذلك في زمنين مختلفين، احدهما قبل والاخر بعد تطبيق برنامج الايه؟ التدريب. طبعا التصميم الرابع هو يعتبر اكثر التصميمات فعاليه. ليه؟ بيدي بيانات كامله عن المجموعه الدراسيه والمجموعة المقارنة في زمنين مختلفين، هما ايه؟ قبل برنامج التدريب وبعد برنامج التدريب. كما يلاحظ ان اقل التصميمات فعالية هو التصميم الاولاني بالطبع، حيث ان هناك مجموعة واحدة هي الدارسين، وان زمن التقييم هو زمن واحد طبعا بعد الايه؟ التدريب، مما لا يتيح اي اساس للايه؟ للمقارنة. وبالتصميمات الخاصة بتقييم كفاءة برنامج التدريب هنختم موضوع حلقتنا النهاردة، ونختم موضوع التدريب بالكامل عشان نبدأ في الحلقات الجاية إن شاء الله موضوع جديد عن تخطيط وتنمية المسار الوظيفي اللي هياخد بقية الحلقات لنهاية المقرر بتاعنا إن شاء الله. بشكر فيكم حسن الاستماع، ونتواصل في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا.